انا عمري 12 سنه، انا بالصف الابسات، وبحكي لكم عن هواياتي المفضله. بحب ارسم، وبحب كمان يعني مثل، وبحب الرقص، وبحب اعزف موسيقى. اليوم راح اطلع على هيدي البيج لحتى احكي لكم عن حالي شوي، وبتمنى انه تصيروا تتابعوني على البيج، و ان شاء الله يعجبكم الفيديو. وكمان بدي اقول لكم انه انا رح اخبركم شوي عن شعري، اكيد انه رح تسالوني. انا ساخنه، معي كونسير، وبتحكم بمستشفى الروم، وبس. وانا رح احكي لكم ليش كمان قررت اعمل هيدي البيج، لانه انا كثير بحب التمثيل وبحب اكون مشهوره وبس. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، وما تنسوا تتابعوني على البيج وتعملوا لي لايك. بحبكم كتير، باي.